السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالفرض الأول في الدورة الثانية مادة اللغة العربية. الفرض يخص المستوى الرابع. لدينا مكون التراكيب ومكون الصرف والتحويل، يعني سنجيب عن أسئلة التراكيب وأسئلة الصرف والتحويل. إذا نبدأ بالسؤال الأول. أرتب الكلمات للحصول على جمل مفيدة. المغاربة بحضارتهم يفتخروا. إذا جملة مفيدة تبتدئ بفعل يفتخروا، إذن يفتخروا، بعد الفعل يأتي الفاعل المغاربة. المغاربة بالنسبة للفعل فهو لازم، إذن لدينا جار ومجرور بحضارتهم. بحضارتهم. الجملة الثانية، فن أو تراث، فن الفروسية مغربي أصيل. إذا لدينا جملة اسمية تبتدئ باسم فن الفروسية تراث، إذا فن مبتدأ، تراث خبر. فن الفروسية، إذا فن مبتدأ معرف بالإضافة، إذا تعريف بالإضافة، تراث مغربي نعت أصيل نعت. إذا فن الفروسية تراث مغربي، مغربي أصيل. إذا نمر الآن إلى السؤال الثاني. ضع علامة في المكان المناسب من الجدول. إذا سنحدد الجمل الفعلية والجمل الإسمية. إذا الجملة الأولى، الصانع المغربي ماهر. لاحظوا معي الجملة تبتدئ باسم، إذا فهي اسمية. زرت مدينة مراكش، إذا الجملة تبتدئ بفعل فهي فعلية. تصدق الرجل على المساكين، إذا الجملة تبتدئ بفعل إذا فهي جملة فعلية. السؤال الثالث، أحدد عناصر الجملة. إذا سنحدد الفعل الفاعل ثم المفعول به. ذهب أحمد إلى المتحف، إذا لدينا الفعل ذهب، الفاعل أحمد. إذا بالنسبة للفاعل أو الفعل فهو لازم، إذا اكتفى فقط برفع الفاعل، إذا المفعول به غير موجود. صنع الصانع الشموع، إذا لدينا الفعل صنع، إذا فعل متعدي لأنه تعدى رفع الفاعل، الصانع فاعل، إلى نصب المفعول به الشموع، الصانع، إذا المفعول به الشموع، الشموع. إذا نمر إلى السؤال الرابع. ضع سطرا تحت المبتدأ وسطرين تحت الخبر. التلميذ يراجع دروسه، إذا المبتدأ، التلميذ يراجع دروسه، إذا خبر، إذا خبر عبارة عن جملة فعلية. نوع الخبر هنا جملة فعلية. بالنسبة للمستوى الرابع مازال ما عندهمش نوع الخبر. نوع الخبر غادي تشوفوه ابتداء من السنة الخامسة، مي يعني نقدروا نديروا يراجع دروسه كلها، اذا نديروها كلها خبر، خبر مبتدا. الجو رائع، اذا الجو مبتدا، رائع خبر. العصفور فوق الشجره، اذا العصفور مبتدا، فوق الشجره هنا خبر، كلها فوق الشجره كلها خبر. هنايا هذا الخبر النوع ديالو هو شبه جمله من ظرف و مضاف إليه، شبه جملة. إذن كما قلت لكم راه أنواع الخبر غادي تتعرفوا عليها في السنة المقبلة إن شاء الله. السؤال الخامس، أركب الكلمات الآتية في جمل حسب المطلوب. الزائر في جملة فعلية، إذن انبهر، انبهر، انبهر الزائر، الزائر بجمال، بجمال مراكش، مراكش. يحتفل في جملة اسمية. الوطن، الوطن يحتفل، يحتفل ب مثلا بمناسبة، بمناسبة استقلاله، 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 بمناسبة استقلاله. منبهر، منبهر في جملة اسمية. السائح، السائح، او اذا السائح نخلوها مذكر. السائح منبهر، منبهر، منبهر.
إذن جملة اسمية. الآن نمر إلى الصرف والتحويل. أدرج الكلمات حسب المطلوب. إذن تصنيف حسب أقسام الكلمة: فعل اسم حرف، وجد فعل، وجد، حضارة اسم، من حرف، صنع فعل، بنى فعل، معلمة اسم. السؤال الموالي: حول الأسماء حسب الجدول. إذن الإفراد، تثنية، الجمع. إذن منزل، منزلان، منازل، منزلان. أضواء، إذن ضوءان، ضوءان، ضوء، ضوء. صنف الأفعال التالية حسب المطلوب، يعني أفعال في زمن الماضي، في المضارع، ثم في الأمر. نسبح في المضارع، نسبح، نسبح الآن، نسبح. شرب في الماضي، شرب. استمتعوا الأمر، استمتعوا الأمر، استمتعوا في الأمر. استعمل في الماضي، استعمل، استعمل في الماضي. أصنع في المضارع، أصنع الآن، أصنع. العب في الأمر، العب، العب. نمر الآن إلى السؤال الرابع. أكتب الفعل المناسب حسب زمن حدوثه. في السنة الماضية، عندما نقول في السنة الماضية يعني في الماضي، في الماضي. إذن في السنة الماضية، إذن سنقول زرت، زرت. في هذه اللحظة، يعني نتحدث عن المضارع. أشاهد، أو لدينا الفاعل الجمهور، إذن سنقول يشاهد، يشاهد، يشاهد الجمهور عرضا للفروسية التقليدية. نصحني أستاذي قائلا: إذن انتبه الأمر، انتبه، انتبه لدروسك حتى لا يفوتك، أو لا يفوتك قطار المعرفة. إذن نمر الآن إلى تحويل الجملة حسب المطلوب. أفتخر بحضارة بلادي، أنت تفتخرين، تفتخرين بحضارة بلادك، بلادك. نحن نفتخر، نفتخر بحضارة، بحضارة بلادنا. أنتم تفتخرون بحضارة، إذن كلمة حضارة أو بحضارة فقط هي الكلمة الوحيدة التي لا تتغير. تفتخرون بحضارة بلادكم، بلادكم. هم يفتخرون، يفتخرون بحضارة بلادهم، بلادهم. إذن نهاية الفيديو. نلتقي إن شاء الله مع نموذج آخر من فروض المرحلة الأولى. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.